الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إن مما هو معلوم لدى كل أحد أن الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل عظيم وكبير، وقد حمى الله تعالى به هذه الملة السوية، وحمى به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جناب التوحيد والعقيدة والسنة، ثم درج عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم إلى قيام الساعة. وقد ألف العلماء قديما وحديثا فيه مصنفات منفصلة، كرد الدارمي على بشر المريسي، ورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجهمية والزنادقة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على كثير من الزنادقة. ثم إلى يومنا هذا توالت الردود على كل من خالف الحق، وليس هنالك فرق بين مخالف منتسب إلى أهل السنة أو مخالف منتسب إلى البدعة، إذ المخالف هو المخالف، والذي يخالف الحق يرد عليه كائنا من كان، لأن الحق أحب إلى الجميع من غير الحق. فالحق هو السيد وهو الرائد، والحق هو الذي يعلو ولا يعلى. ولذلك انطلاقا من هذا الأصل العظيم، سنبدأ في هذا اليوم بحول الله تعالى وقوته سلسلة من الردود نرد بها على غلاة التجريح برئاسة وزعامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. فهذا الشيخ مع كبر سنه وجلالة قدره، إلا أنه جاء بآراء واجتهادات أخطأ فيها وترتبت عليها مفاسد عديدة، من أعظمها التفرقة بين السلفيين، فإن السلفيين الآن في العالم يتفرقون بسبب هذا الغلو الذي طغى على دعوة وأقلام هؤلاء الناس. ولذلك نحن في هذه السلسلة سنتطرق إلى الأخطاء التي وقع فيها الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي ووقع فيها أتباعه، ونبين من خلال هذه السلسلة بحول الله تعالى وقوته التناقضات التي وقع فيها هؤلاء الناس، ونبين الأخطاء التي حاكموا بها الناس أنهم وقعوا فيها، بل وقعوا في أسوأ منها. ونريد أن نرى هل سيطبق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي هذه القواعد على نفسه وعلى أتباعه، أم أنه هو فوق هذه القواعد. وقبل الولوج في بداية هذه السلسلة أذكر بأمر مهم عظيم، ألا وهو أننا ننطلق في هذا الرد من خلال إرجاع المخطئ إلى الصواب، وليس من خلال الرد على أحد من أهل البدع أو أحد من أهل الزيغ والضلال. ثانيا، لا نختلف مع الشيخ ربيع في ردوده التي رد بها على الإخوان المسلمين، ولا التي رد بها على الصوفية ولا الروافض. نحن لسنا ضد الشيخ ربيع في هذا كله، ونحن معه في تعظيمه للسنة وفي محاربته للبدعة، ونحن معه في إبطاله لكل باطل، ولكننا لسنا معه في اجتهاداته التي تفرق السلفيون بها في العالم. موقفنا منه واضح، أوضح من الشمس في رابعة النهار،
لا نغلو فيه كما غلا أتباعه، لأن أتباع الشيخ ربيع بلغ بهم الغلو إلى درجات بعيدة، حتى أصبحنا نتخيل أننا أمام حيران من حيران المتصوفة، الله الذي لا إله غيره، هذا هو الواقع تماما. حيران الصوفية لا يصلون إلى درجة غلو حيران أتباع الشيخ ربيع فيه، لأننا ناقشنا كثيرا من حيران الصوفية. أول ما نعرض عليهم أقوالهم أو أقوال مشايخهم الباطلة سرعان ما يرجعون عن تقديسهم للمشايخ، وإذا وقفوا بأنفسهم على الأخطاء التي قالها شيخهم سرعان ما يرجعون. أما هؤلاء نوقفهم على أخطاء الشيخ بالصفحة وبالكتاب، ومع ذلك كله يكابرون ولا يرعون. فهذا إن دل إنما يدل إما على الكبر وإما على الجهل أو التجاهل أو على القدسية العمياء. وقد صرح كثير من الجهلة من أتباعهم أنه لو كان نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكان الشيخ ربيع. وقال بعضهم من تكلم في نظارة الشيخ فهو مبتدع، فهذا غلو ما رأينا أعظم منه. ونسوا أو تناسوا المقولة العظيمة التي كان يقولها الإمام مالك رحمه الله: كل ابن أنثى يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والآن أتباع الشيخ ربيع في العالم يرددون هذه المقولة بلسان الحال: كل ابن أنثى يؤخذ من قوله ويترك إلا ربيع. هذا لسان الحال الذي ينطق بما في تعاملاتهم تماما، ينطق ويدل على أنهم يدعون القدسية ويدعون العصمة لأنفسهم. والشيخ ربيع نفسه صرح قال: أنا لا أدعي العصمة لنفسي، ولكن لا أعلم لي خطأ في المنهج، أنا ما عندي خطأ في المنهج. ولما تتبع الناس ما كتبه وما تفوه به وجدوا له أخطاء عديدة في المنهج، يعني لو حاكموه بمثل ما حاكم به غيره لبدعوه. وأقول إن الشيخ ربيع لم يسر على منهاج الأئمة الثلاث أئمة الدنيا، الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله. ولو تعامل هؤلاء المشايخ مع الشيخ ربيع بما عامل به إخوانه من الدعاة السلفيين لبدعوه قبل أن يظهر، لأن الشيخ ربيع كما هو معلوم، تاريخ الشيخ ربيع معلوم، أنه كان مع جماعة الإخوان المسلمين منذ الثانوي وإلى أن بلغ عمره 62 سنة، يعني ما ترك الإخوان إلا سنة 1992. كل هذه الفترة قضاها مع الإخوان المسلمين، وهذا باعترافه هو في المجلد العاشر صفحة 333 من مجموع الكتب والرسائل، ذكر أنه كان مع الإخوان المسلمين طوال هذه المدة. ولذلك في تلك الفترة لو قام عليه المشايخ هذه القومة، هو الآن ما أن يسمع برجل يثني على أحد حتى ولو كان بحق، فإنه سرعان ما يقوم عليه بهجره وتبديعه وإسقاطه، وأحيانا يغلو في أطروحاته وفي اجتهاداته غلوا شديدا. ما رأينا أحدا يغلو في اجتهاداته كغلو الشيخ ربيع في نفسه. فلذلك لابد للناس أن يفهموا أن الشيخ ربيع وإن كان عالما من العلماء إلا أنه بشر يخطئ ويصيب، ولا يمكن أن نبني على الأخطاء والاجتهادات التي بنى عليها أو اجتهد فيها وأخطأ فيها نجعل هذه من منهج السلف. الآن إذا سمعنا من أتباعه أن الشيخ ربيع مثلا قال قولا، يعتبرون هذا القول هو قول السلف، وإذا تكلمنا معهم احتجوا بأن هذا الشيخ زكاه العلماء وفعلوا به كذا وكذا وقالوا فيه كذا وكذا، فمن أنت حتى تتكلم في الشيخ؟ كل هذا من الغلو الذي لا يقدم ولا يؤخر، وهذا هو سبب انتكاس الدعوة السلفية في هذا الزمان، إذ أنهم جعلوا الشيخ هو السلفية، من طعن فيه طعن في السلف، ومن زكاه زكى السلف،
وهذا لا يقوله الإمام أحمد عن نفسه فضلا عمن هو دونه. على كل حال سنبدأ إن شاء الله تعالى بمسألة الثناء على أهل البدع، لأن هذه المسألة أسقطوا بها كثيرا من الناس مع أنهم لم يدركوا مراميها ولم يفهموا المقصود منها. على كل إن الثناء على أهل على المخالف من أهل الأهواء والبدع ليس في رتبة واحدة، فمنه المشروع ومنه الممنوع ومنه الخاضع لاعتبار المصالح والمفاسد، فهي حالات متعددة لكل حالة حكمها الخاص بها. وبيان أحكام هذه الحالات ببيان التالي: الحالة الأولى مدح المخالف في معرض نقده والتحذير من أخطائه. في هذه الحالة الأصل عدم ذكر حسنات وممادح المنقود، لأن المقصود التحذير من الشخص، وذكر محاسنه مفض إلى تقليل قيمة النقد، كما قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في التعليق على الوابل الصيب شريط رقم 5: من أظهر البدع يحذر من بدعته وتترك محاسنه، من أظهر البدع يحذر منه ويعرض عن المحاسن، لأن المقصود التحذير من الشر وليس المقصود بيان المحاسن. ووافق على هذا القول العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله كما في لقاء الباب المفتوح شريط رقم 121. فهذا أمر واضح في هذه المسألة، ونفس التفصيل فصله الشيخ الألباني رحمه الله أنه عند النقد وعند الحالة الأولى عند النقد والتحذير من أخطاء المخالفين لا يلزم ذكر الحسنات. ولم يثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم زيدا أو بكرا من الناس ثم ذكر المحاسن قبل أن يذكر النقد أو بعد أن يذكر النقد. وهذه المسألة أخطأ فيها صنفان من الناس: صنف رأى وجوب ذكر حسنات المنقود، وهذا يكثر عند جماعة الإخوان المسلمين المنحرفين عن سكة الجادة. إذا تكلم الناس عن ضلالات إمام الضلالة حسن البنا أو إمام الضلالة سيد قطب أو إمام الضلالة المودودي أو إمام الضلالة القرضاوي ومن كان على شاكلتهم، فإنهم يغضبون أشد الغضب وتحمر أنوفهم ويقولون: أليست لهؤلاء حسنات؟ لما لا تذكرون الحسنات؟ فيريدون بذلك أن يغطوا تلك السوءات العظيمة التي أفسدوا بها دين الإسلام. لكن معرض النقد لا يحتاج إلى ذكر ممادح. والصنف الآخر هو يرى ولا يرى جواز ذكر حسنات المنقود ولو اقتضت المصلحة ذلك، وهذا أيضا يقع فيه الغلاة غلاة التجريح برئاسة وزعامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ومعه أتباعه كثر في العالم لا يرون هذا مطلقا. والحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وواد بين جبلين، الحق وسط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والأدلة على جواز ذلك عند الحاجة كثيرة، أي أن تثنى على شخص حتى ولو كان من البدع عند الحاجة الملحة لذلك كثيرة، منها ما جاء في القرآن الكريم من مدح الله سبحانه وتعالى لليهود. قال تعالى في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكذلك قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكذلك في السنة أدلة كثيرة، لكن نريد أن نختصر لا نريد أن نشعب الموضوع
على الناس أن هذه بداية. الحالة الثانية مدح المخالف في معرض ترجمته. في حال الترجمة والتوثيق لا بد من ذكر ما للمترجم من حسنات وممادح وما وقع فيه من زلات، وهذا من تمام معنى قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقد بسط القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 20 الصفحة 83 إلى 84، فليرجع إليها من شاء التفصيل في ذلك. وكذلك العلامة محمد بن صالح بن عثيمين ذهب إلى هذا القول كما في لقاء الباب المفتوح شريط رقم 121، ذهب إلى وجوب العدل عند حال الترجمة، أن تذكر ما للمنقود أو ما للمترجم له من حسنات ومن سيئات. الحالة الثالثة مدح المخالف في معرض تقويمه. ويا ليتهم يفهمون هذه المصطلحات ويفهمون الفرق بينها حتى لا يجنوا على المجتمع جناية عظيمة، لأننا ابتلينا بأناس يدعون الفهم ويدعون العلم ويدعون المعرفة، وهم قد لا يفرقون بين هذه المصطلحات، لأنهم يقعون في تجهيل الناس وتخطئتهم وتضليلهم بغير حجة ولا برهان. في حال التقويم ومعرفة حقيقة حال الرجال فلا بد من ذكر ما للرجال وما عليهم للموازنة بينها، ومعرفة حال الراجح كما قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الجزء 2 الصفحة 202. وإذا اجتمع في أخبار رجل واحد معاني مختلفة من المحاسن والمناقب والمطاعن والمثالب وجب كتب الجميع ونقله وذكر الكل ونشره لما أخبرني به، وساق السند إلى ابن سيرين قال: ظلمك أخاك إذا ذكرت مساويه ولم تذكر محاسنه. وابن سيرين لو أدرك الشيخ ربيع ربما بدعه، بمعنى أنه يقول إن هذا يرى الموازنات، لأن الشيخ ربيع له غلو في مسألة الموازنات سنناقشه إن شاء الله تعالى فيها في جلسة خاصة، لأنه جاء بما لم يأتي به الأوائل. الموازنات تمنع في حالة معينة، لا تمنع على إطلاقها، وقد وقع أيضا في التناقض كما سيأتي بيانه بحول الله تعالى وقوته. ثم حكى عن الشعبي قوله: كانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرجل تغلب على مساويه فذاكم الرجل الكامل، وإذا كانا متقاربين فذاكم المتماسك، وإذا كانت المساوي أكثر من المحاسن فذلكم المتهتك. فالسلف كانوا يعتبرون الرجل بحال الأغلب عليه، الحال الأغلب عليه هي التي يعتبرها السلف. أما هذه الشرذمة وأبدأ من الشيخ ربيع نفسه لا يقيمون لهذه القواعد وزنا، يعني لا ينظرون إلى سيرة الرجل ولا إلى تاريخه الأبيض الناصع ولا إلى دفاع عن السنة ولا إلى جهاده ولا إلى دعوته إلى التوحيد، بل ينظرون لخطأ واحد وقع فيه، وربما كان هو المخطئ في تصوره. أحيانا يكون الشيخ مخطئ في تصوره، فلو عدله معدل أو نصحه ناصح يعتبر هذا النصح طعنا فيه وطعنا في منهاجه وطعنا في عدالته، فيقيم عليه الدنيا ولم يقيتها، فهذا من الخطأ ومن الضلال بمكان أن يعامل الناس بهذه الطريقة. والغريب في أتباع الذين يطبلون له لا ينظرون إلى غيره أبدا، مع أن الشيخ ربيع وإن كان سلفيا وعالما من علماء السلف إلا أنه سبب فتنة عظيمة قد لا يسببها غيره من أهل البدع. الفرقة بين السلفيين التي أحدثها الشيخ ربيع والتقاطع والتهاجر والتدابر بين السلفيين الآن، هذا لم نشهده قط قبل فترة، يعني منذ سنين طويلة ما كنا نرى هذه الفرقة وهذا الشتات وهذا الدمار بين أبناء المنهج الواحد والعقيدة الواحدة والسلوك الواحد. الآن نحن لو سألناهم هم أفضل منا في أي شيء؟
نحن ننكر جميع البدع، لا نقر بدعة واحدة، ولا نقر مخالفا على مخالفته مهما كانت مكانته، لكنهم لأننا لم نوافقهم في من يعظمون. إلا نقدس الشيخ ربيع بس فقط، لو قدسنا الشيخ ربيع معناه كان كنا عندهم أحسن ناس، ولو بدعنا أي واحد بدعوا الشيخ ربيع خلاص الموضوع هين. هذا إشكال، هذا إشكال في نفسية هؤلاء الشباب أتباع الشيخ، وليست فيه فحسب، بل عند الشيخ نفسه. الشيخ ربيع يتابع اجتهادات، لو جرح واحد يسأل الوافق منه والما وافق منه، اللي بيبدع معه يسلم منه، والما بدع معه ما بيسلم منه. لم يكن هذا هدي البخاري ولا هدي شعبة ولا هدي من كانوا قبله. مش هم بدعوا منهج السلف؟ هل كان منهج السلف إنك كان بدعت واحد تلزم الناس باتباعك في التبديع؟ الإمام مالك رحمه الله لما جرح ابن إسحاق وقال هذا دجال من الدجاجلة، هل ألزم الناس بهذا الفهم؟ ابن أبي ذيب لما جرح الإمام مالك، هل ألزم الناس بجرحه للإمام مالك؟ كذلك يحيى بن معين لما جرح الشافعي، هل ألزم الناس بجرحه له؟ وهكذا سلسلة لو استطردناها لطالبين المقام. لا يلزم من هذا أن يكون الناس معك في التبديع أو حتى في التكفير. الشيخ الألباني كما في سلسلة الهدى والنور يقول حتى العالم لو كفر لا يلزم بقية العلماء أن يكونوا معه في التكفير، لأن هذا أمر اجتهادي، هذا أمر اجتهادي وليس نصي، ولنا موقف إن شاء الله تعالى مع هذه القاعدة الباطلة التي جاء بها الشيخ ربيع. طبعا كون الشيخ ربيع يقول قواعد أو مسائل الجرح والتعديل مسائل نصية، ويتفق معه العصابات العصبجية والنزاراتية ومن لف لفهم، هذا يدل على جهله، ده ليس منهج السلف. وسنأتي بأقوال السلف في جلسة خاصة في هذا الموضوع، ونرى أيهم أسعد بمنهج السلف، هم أم نحن، ويرون بعد الشيخ ربيع عن منهج السلف في هذا. هذا اجتهاد، لو عذرنا الشيخ ربيع وأحسننا به الظن وقلنا إنه ده اجتهاد من الشيخ ربيع فقط، لكن هذا لا يلزم إنه يكون ده منهج السلف، إنه مسائل التبديع مسائل نصية. أي زول جرح الشيخ ربيع معنا خلاص. وأعجبت جدا بإلزام ألزمه الشيخ أبو الحسن المأربي للشيخ ربيع، قال للشيخ ربيع أنت تقول مسائل الجرح والتعديل مسائل نصية، طيب الآن أنت قال له عدلتني تعديل ليس بعده تعديل، وبعد شوية جي جرحتني وضعتني شر من فرعون، قال لي النص ياتو النص الأول ولا الثاني؟ وده إلزام يجيب عليه أما الشيخ ربيع بنفسه أو حيران وأذناب وأفراخ الشيخ ربيع في العالم الذين بدعوا السلفيين وأخرجوهم من السنة بغير وجه حق. الحالة الرابعة، الثناء على أهل البدع في معرض مقارنتهم بمن هم دونهم، كما في الثناء على اليهود والنصارى في مقابلة المشركين ونحوهم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل جزء التاسع صفحة 207، قال: ومن المعلوم في دين الإسلام أن اليهود والنصارى خير من الفلاسفة الخارجين عن الملل وأصح عقلا ودينا، ونقوله أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا كثيرة، ووافق على هذا الفهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كما في سؤال وجه إليه في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 666، يرجع إليه من شاء الاستزادة في هذه المسألة. الحالة الخامسة، الدفاع عن المخالفين برد ما نسب إليهم أو وقع عليهم ظلما من الأقوال والأفعال، والأدلة عليه كثيرة، ولكن حسب مثال واحد ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية في دفاع عن الأشاعرة كما في مجموع الفتاوى الجزء 6 الصفحة 539، رد ما نسب إليهم من أقوال الفلاسفة، مع أن الأشاعرة من أهل البدع، إلا أن شيخ الإسلام لم يرضى أن تنسب إليهم بدع لم يقولوها، وإنما قالها الفلاسفة.
قال شيخ الإسلام: فكل مسلم بل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة علم أن القوم جاحدون للصانع مكذبون بالرسل والشرائع مفسدون للعقل والدين. وليس الغرض هذا الكلام فيهم، فإن الأشعرية لا تقول بهذا وحاشاها من هذا، بل هم من أعظم الناس تكفيرا ومحاربة لمن هو أمثل من هؤلاء، وإنما هؤلاء من جنس القرابطة والباطنية. وشيخ الإسلام دافع عن كثير ممن ظلم حتى ولو كان من غير أهل السنة، حتى قال الروافض لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا له: أنتم تنصفوننا أكثر مما ينصف بعضنا بعضا. الله أكبر، شيخ الإسلام ينصف حتى الروافض، حتى الروافض ينصفهم، وهؤلاء لا ينصفون حتى أهل السنة، حتى أهل السنة لا ينصفونه، بل يتتبعون الذلات ويبحثون عن الهفوات، لا أقول الظاهرة، بل يبحثون بين السطور وبين الكلمات والحروف ليجدوا ذلة أو يجدوا هفوة ليتكئوا عليها. فإذا فعل بهم ذلك هاجوا وماجوا. الآن كثير من الناس ليه تتكلم في الشيخ ربيع وليه ترد عليه؟ طيب أنتوا ليه تبعتوا ذلات الناس؟ والجزاء من جنس العمل. هنالك بعض الأعذار لمن مدح المخالفين نمر عليها مرورا سريعا. من هذه الأعذار: أولا، أن يكون المادح لا يتبين أن الممدوح من أهل البدع والأهواء المخالفين للكتاب والسنة والإجماع، هذا عذر. أحيانا بعض أهل السنة يخدع في رجل من أهل البدعة هو لا يظن أنه مبتدع، بل يظن أنه من أهل السنة ويظن أنه على الحق، ولذلك أول ما يراه ويرى سمته الحسن يمدحه، فقد يكون جاهلا بحاله. فعند الغلاة هذا لا ينفع أبدا، أثند على واحد أنت منه، هذه مصيبة. ثانيا، أن يكون المادح ممن كان لا يتبنى المنع من مدح أهل البدع والأهواء منعا مطلقا، لأن بعض أهل العلم لا يمنع من مدح أهل الأهواء مدحا مطلقا. ثالثا، أن يكون المادح قد وقف على تراجع الممدوح عن بدعه ومخالفاته. يعني يمكن الآن واحد من أهل العلم يثني على واحد هو تراجع، ودي أمثلة كثيرة جدا. أنا أضرب مثالا بالشيخين الفاضلين الشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ المغراوي، الاثنين ديل تراجعوا أكثر من مرة، ولا حياة لمن تنادي، تراجعوا في أكثر من مرة. الشيخ الحويني لما نسب إليه القول بتكفير صاحب الكبيرة قال: أنا ما برى كده. هو يقول: أنا ما برى، يقول: أنت بترى. يا ناس، أنا ما برى تكفير صاحب الكبيرة منذ نعومة أظفاري. لا، أنت بترى. في النهاية قال شنو؟ قال: فوجدت أن عقيدتي تأتيني من الخارج، مش العقيدة اللي بعتقدها أنا، قال بيجيني من برا. عندها قال قولة عجيبة، قال: أقول كما قال أبو العتاهية: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أي زول بعد ده والله بيتكلم في الحويني يشيل شيلته، الخصومة أمام الله عز وجل لو كانوا بخافوا من الله عز وجل. كذلك المغراوي وضح وبين وفصل أن ما نسب إليه الشيخ ربيع لا يقول به، والشيخ ربيع مصر على تبديعه رغم المراجعات. يعني الآن الشيخ ربيع لو بيعامل بما يعامل به غيره من الدعاة كان يكون أول المبدعين، لأنه هو قال أقوال كثيرة أشنع من أقوال الحويني وأشنع من أقوال المغراوي. لو سئل عنها يقول لك: الشيخ تراجع، الشيخ تراجع، إلا يعد حياته كلها تراجعات. طيب الشيخ تراجع، ليه قبلت تراجع الشيخ وما قبلت تراجع بقية المشايخ؟ سؤال مطروح للغلاة وللشيخ ربيع نفسه، لماذا يقبل الشيخ ربيع تراجعه هو؟ إذا أخطأ يرجع، وإذا أخطأ غيره من العلماء ومن الدعاة لا يقبل رجوعه، بل زادوا أشياء وخيمة، قالوا إنه دا يرجع إلا يجي يرجع عندهم هو هناك. يعني كان دار تتوب إلا تي تنكسر بين يدي الشيخ الوالد، بعد بقى ذا الشيخ الطريق الصوفي واحد، الشيخ ربيع تجلس بين يديه وتمسك لك راعه وتقول له: يا الشيخ
الثاني ما بكررها، معليش انا تبته. ولا يبقى زي شغل النصارى انه الواحد ما يتوب الا عند القسط، توبه العالم مشروطه بالبيان، ان شاء الله يتوب في اخر الوطا يطلع بيان انه ما بيرى الكلام ده. الواجب على الشيخ ربيع وعلى غيره من اتباعه اذا اخرج بيانا تراجع فيه عما نسب اليه، لا يحق لهم للشيخ ربيع ولا يحق لاتباعه ان يجرحوا هذا الرجل باي حال من الاحوال، واذا جرحوه بعد ذلك كان هذا كذبا وزورا عليه وسيسالون عنه امام الله سبحانه وتعالى. رابعا، ان يكون المدح خرج قديما من المادح وهو متراجع عنه حديثا. خامسا، ان يكون المدح قد خرج لحاله او مصلحه او حاجه معتبره ارجح من مفسده المدح. ان المدح يخرج لحاله او مصلحه او حاجه معتبره ارجح من المفسده، مفسده ذم المبتدع. ثم بعد هذا ننظر إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها الشيخ ربيع في مسألة المدح والثناء.